الشعب المدني اللي ثار اليوم هي نتيجة غضب بتصرف هيئة تحرير الشام للدخول عرض واستعراض. يعني هذا استفزاز للناس، وهذا نصرة للنفس وحب الذات. الله أكبر. احنا موجودين هون ضد دخول رتل الهيئة لمدينة عزاز. من 10 أعوام اجى رتل كمان للنظام لعصابات بشار الأسد لتقتحم المدينة، ونحن كمدنيين كنا موجودين هون من 10 أعوام. أنا كنت شخصيا موجود، وبنفس الوقت حاليا بعد 10 أعوام بدها تيجي نفس بشار الأسد، ولكن فصيل هن شخصين كعملة واحدة. الشعب السوري الآن هذا هو البوصلة، بوصلة الثورة. الناس كانوا يتمنون بتتوجه هذه الأرتال وهذه الحشود وهذه القوة العسكرية التي ظهرت بأن كانت توجه باتجاه تحرير المناطق ليعود الناس من المخيمات إلى مناطقها. يا تراب الطيب، يا وطن يا حبيب، يا تراب الطيب حتى نارك جنة. خرجنا لنقول نحن ضد الظلم والفساد وكله وضد كل فصيل آذر القتلة والمجرمين، والثورة بإذن الله باقية وتتمدد شاء من شاء وأبى من أبى، وعاشت سوريا حرة أبية.